انت بتتكلم مصاريفك كتير قوي. ايوه عندك مصاريف الدكتور اللي بيعمل الشحاتين، عندك مصاريف مدير ادارة الشحاتين، عندك الفتوات اللي بيحموا وقفتك، عندك مصاريف شخصية وخلافه. نهاية الهول، انت هنا عبد المأمور، تلعب كده ولا كده؟ هتروح في الفاسكونيا. تاخد لك نفس؟ لا اتعشى. عشو؟ بقولك ايه، على فكرة تشتغل اكتر تاخد فلوس اكتر، احنا ناس حقانية منحبش تاكل حق حد ابدا. حقانيه؟ خدهم قد كده على قلبك، كبدأ المية لما تتجقر من تحت منك. سيبه سيبه.